من جانبه أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ 8278 مشروعا بإجمالي تكلفة تقدر بتريليون وخمسمائة وستين مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية. وخلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية الدولية. الحمد لله احنا النهارده من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 انجزنا اكتر من 8000 او وصلنا بالظبط 8278 مشروع حجم استثماراتهم 1.6 تريليون جنيه مصري. هذه المشروعات لولا انها نفذت في هذه الفتره مع ملايين الفرص العمل اللي اتخلقت ليها، اعتقد كنا يعني لولا هذه المشروعات هي دي اللي خلتنا ان احنا النهارده الحمد لله الاقتصاد المصري ومستوى جودة الحياة للمواطن المصري بيشعر بفرق كبير جدا. المؤشرات الاقتصادية يمكن زي ما بنقول يعني ودي كلها ارقام واضحة، الحمد لله احنا يمكن معدلات البطالة لأول مرة منذ سنوات طويلة بتكسر حاجز 10% وبننزل عن 10%، ومستهدف ان شاء الله في خلال يعني برنامج الحكومة ان احنا ننزل لحوالي 8% ويمكن اقل ان شاء الله وربنا يقدرنا. وخلال كلمته ايضا اكد رئيس الوزراء ان اجمالي طاقة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الاصفر يصل الى 2,500,000 متر مكعب يوميا، وهي احد اكبر 3 مشروعات على مستوى العالم. النهاردة المشروع اللي حضراتكم مشرفينا فيه، ويمكن هنا أنا عايز يعني أتوقف، إن إحنا بنفتتح مرحلة من هذا المشروع وهي المرحلة اللي بنعتبرها بطاقة 500,000 متر مكعب يوم، اللي بتخلي هذه المحطة زي ما قلت لحضراتكم إجماليها 2.5 مليون متر مكعب في اليوم. يعني حضراتكم لما نحسبها في السنة هذه المحطة بتعالج ما يقرب من 900 مليون متر مكعب أو تقترب من المليار متر مكعب مية بتعالجه هذه المحطة لوحدها في السنة. والنهاردة في الحقيقة مرحلتين يعني جاري فعلا النهاردة بدء خطوات التنفيذية ليهم، كل واحدة ب500,000، يعني هذه المحطة هتبقى 3.5 مليون، فبالتالي مع انتهاء هذه المراحل هتبقى دي أكبر محطة على مستوى العالم. أهم شيء يا فندم إن احنا هنا هذه المحطة بتشتغل وتكنولوجيات اللي عشان المواطن المصري انه يعرف انها استطاعت هذه المحطة من خلال تكنولوجيات انها تولد 60% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بنظام تكفيف الحمأة اللي بتطلع وتحويلها البيوجاز، والبيوجاز ده بيدخل في محطة توليد الكهرباء.